سيدتي الرئيسة، إن استمرار الطرح المغربي بالحكم الذاتي للصحراء الغربية هو شرعنة للاحتلال من جهة، واستمرار لاستعباد الشعب الصحراوي الذي يرفض العبودية من جهة أخرى. كما أرفضها كذلك أنا وباقي المعارضين المغاربة الذين يطالبون بتغيير النظام في المغرب من ملكية ديكتاتورية إلى جمهورية ديمقراطية. شكرا. Morocco. Je vous remercie encore une fois, Madame la Présidente. شكرا حضرة الرئيسة. هؤلاء لا مكان لهم هنا ويأتون. حضرة الرئيس، لابد أن تطالبي باحترام القواعد والأدبيات، فلا يمكن الحديث في الخلف أثناء محادثتنا هنا. حضرة الرئيس، هذا المارق الثالث هاجم بلادي لتوه، ولا تتشرف بلادي بوجود هؤلاء على انهم مغاربه. يزعمون انهم مغاربه ولكن المغرب لا تتشرف بانتمائهم اليها. المواطنون المغاربه الذين يحترمون ويحبون مملكتهم وملكهم ومؤسساتهم و سلامة أراضيهم من تنج حتى الجنوب، هؤلاء هم المغاربة. ولكن هؤلاء الثلاثة الذين تحدثوا الذين يزعمون أنهم مغاربة لا ينتمون للمغرب بشيء. هؤلاء الثلاثة الذين أنظر إليهم هنا حضرة الرئيس، لابد أن تتأكدي من احترامهم للأدبيات. رجاء كفالة ذلك قبل أن أواصل حديثي. شكرا للمغرب. هل لي أن أذكر الجميع في القاعة بضرورة احترام السلوكيات والأدبيات عند الاستماع للمداخلات إلى المغرب؟ لكم أن تختتموا كلمتكم. شكرا حضرة الرئيسة. هؤلاء الثلاثة، أكرر حضرة الرئيس، لا مكان لهم بيننا هنا. عندما نخاطب هذه اللجنة فنحن نتحدث عن مسألة محددة، ونحترم أثناء الحديث قواعد الجمعية العامة، وهذه اللجنة تابعة للجمعية العامة، لذا لا ينبغي أن نأتي للكذب أمام هذه اللجنة، ولا سيما وأن هؤلاء المارقين لا يجدون من يؤيد مزاعمهم الجوفاء بشأن الصحراء المغربية. من يدفع تكاليف سفرهم ليأتوا للولايات المتحدة، ويدفع لهم ثمن وجباتهم هنا ليأتوا ويقولوا هذا الكلام؟ نحن هنا بينما نتحدث عن هذا البند، لابد أن نحترم المؤسسة التي نحن في أروقتها. هذا أمر بلغ الأهمية، يجب أن نتأكد من أن هؤلاء المنشقين الثلاثة يكررون نفس القول. لقد طردوا من اللجنة الرابعة، ويطلب إلى الأمانة ألا تسمح لهم مرة أخرى بدخول الأمم المتحدة. فهذا أمر بلغ الأهمية، طردوا الثلاثة، طردوا أوقفهم رئيس اللجنة الرابعة، ولا يمكنهم أن يواصلوا بياناتهم الزائفة الكاذبة. أطلب إلى الأمانة أن تتأكد من عدم تمكن هؤلاء الثلاثة من دخول الأمم المتحدة مرة أخرى. شكرا. إذا متابعينا الكرام، كما شاهدتم مجددا، السفير المندوب ديال المغرب في اجتماعات اللجنة 24 يقوم بطرد ثلاث عملاء آخرين لنظام حضارات الجزائر، هذو اللي كيقولوا على راسهم بأنهم مغاربة جمهوريين، بعدما حاولوا على أنهم يطولوا ويسيئوا للملك محمد السادس. تدخل قوي من مندوب وسفير المغرب، حيث قام بطردهم بثلاثة بهم، قام بطردهم ثلاثة بهم. شوفوا معايا عباد الله هاد الكمارة، شوفوا معايا هاد الوجه، شوفوا معايا هاد القذر، شوفوا معايا هاد الحشرة، شوفوا معايا هاد القرد اللي غير من الوجه ديالو، غير من الصفة ديالو باين، غير من الصفة ديالو كيبان بأنه قليل الترابي، لا أصل ولا ملة، غير من الصفة ديالو كيبين على أنه ما كيسحاش،
باين غارق في الشراب والمنكر والمخدرات وكذا، وهادو هما اللي كيتوافقوا مع نظام حضارات الجزائر. هادو في نهايه المطاف اللي قلال الترابي واللي ما كيصحاوش والكاسيدور وما الى ذلك، هما اللي كيتوافقوا مع نظام حضارات الجزائر. وكما قال السفير ديال المغرب، نظام حضارات الجزائر بلاص ما يصرف تلك الاموال الطائله على البصبعيين اللي ميتين بالعطش والجوع، جالس كيصرفهم على امثال هؤلاء باش يحاولوا يدخلوا للامم المتحده ويتطاولوا على المغرب ويسيئوا للمغرب ويسبوا ويشتموا في المغاربه وفي الملك ديال المغرب وفي المؤسسه الملكيه. لكن المغرب والدبلوماسيه المغربيه دائما بالمرصاد. هذوك الثلاثه متابعينا الكرام تم طردهم من الاجتماع، كما تم طردهم من اجتماعات اللجنه الرابعه. الرئيس ديال اللجنه قال لهم ما تبقاوش ترجعوا، ما تبقاوش تجيو، ما تبقاوش تدخلوا المقر الامم المتحده. دابا هذه المره مجددا كيطردوا وكيجريوا عليهم من اللجنه 24. وشكون اللي خسر هنا متابعينا الكرام؟ شكون اللي خسر في هذه الفضيحه اللي شفنا؟ شكون اللي خسر من هذا المهزله اللي شفنا؟ الجزائري اللي ميت بالجوع وميت بالعطش، الفلوس ديالو اللي بلاص انها ما تصرف عليه وتصرف على حل المشاكل العطش والجوع والذل والمهانه اللي عايشها الجزائري، جالسين كيصرفوها على امثال هؤلاء وعلى بن بطوش وعلى معاداه المغرب بصفه عامه. هذه هي الحقيقه، هذه هي الحقيقه اللي البوصبعي ما كيبغيش يدخلها في دماغه، هذه هي الحقيقه اللي الجزائريين المستحمرين ما بغاوش يفيقوا ليها، ان الفلوس ديالهم كتصرف على امثال هؤلاء الزنادقه، على امثال هؤلاء قليلي التربيه والاصل اللي بطبيعه الحال غير من السيفه ديالهم يمكن لك تحكم عليهم، غير من السيفه ديالهم بلا ما اننا نتعرفوا عليهم ولا نعرفوا الماضي ديالهم ولا شنو دايرين. وبطبيعه الحال هادو معروفين بان ما عندهمش الجنسيه المغربيه، سحبت منهم الجنسيه المغربيه، ومعروف كذلك على انهم مخدامين مردامين، ما عندهمش مستقبل، ما عندهم مثلا شي مستوى تعليمي ولا ثقافي باش انهم يدخلوا للمقر الامم المتحده، دائما كيدخلوا مع الوفد الجزائري. وبطبيعه الحال الدبلوماسيه المغربيه دائما ما كتقوم بالطرد ديالهم، طردوهم من اللجنه الرابعه، الرئيس ديال اللجنه طردهم ومنعهم من انهم يرجعوا للجنه الرابعه. نفس الشيء غادي يوقع الان في اللجنه 24، كما شاهدتم في الفيديو السابق طردوا واحد والان طردوا هادو وما غاديش يعاودوا يرجعوا للجنه 24. فهذه هي الحقيقه المره متابعينا الكرام بالنسبه للبوصبعي اللي الفلوس ديالو كتصرف على امثال هؤلاء النكره اللي كيحاولوا يجيو باش انهم يسبوا المغرب. وبطبيعه الحال تلك المداخلات لا يعني لا تزيد ولا تؤثر ولا قيمه لها ولا تاثير لها باي شكل من الاشكال، مداخلات عبثيه. وبطبيعه الحال استمعنا لرئيسه اللجنه في الفيديو السابق وهي كتقول بانه ممنوع منعا باتا التطاول على الدول الاعضاء في الامم المتحده، وداك الشيء علاش طردوهم هاد المره كذلك، يعني طردوا هذاك الشخص السابق وطردوا هاد الثلاثه مجددا. هي اربعه ديال الزنادقه اللي طردوا من هاد الاجتماعات. مجددا كل التحيه للمندوب ديال المغرب، اراكم في فيديو قادم مع المزيد من التفاصيل.